ومرحبا بالحضور الكرام والمستمعين. اي سي سام يعطينا ثم نقطتين هم الجمهور يستنى فيهم. بالله الفلوس حاضره باش تخلص مع البنك المركزي، الامور مريقله مش مريقله، 12 مليار موجودين ولا بالله اعطينا الخبر الصحيح. هما توا احنا اللي الخدمه اللي خدمناها بالنسبه للتراخيص راهي تخص اي نعم سي سام. يبدو انه صوت هرب سي سام. التليفون تحاول تبدل المكان، ربما ننسقه معاك استاذ باش نسمعوا باقي المعلومه. اي يخص شنو زعما؟ اش كان باش يقول زعما؟ استاذ تسمع فينا؟ باه نعاودوا نتصل بيه. موجود تسمع فينا سامي؟ نسمع فيك. اي عاود لنا خاطر الصوت هرب شويه. قلت لك المبالغ راهي اجماليا هي 12 مليار و524. اي هذه راي تتضمن الأصل الدين وخطايا التأخير ومصاريف التقاضي والخطايا الموظفة من قبل الفيفا بالنسبة للملفات هذه. بالله سي سامي خذني على قد عقلي كما جمهور النادي الفريق، معناه 12 مليار و524 موجودين، ما يقولوا لي ما ثماش 12 مليار يا جملة. ما علاش احنا نخدموا فيهم التراخيص؟ وعلاش معناها وعلاش سي عبد السلام اليونسي معناها جاب اللاعبين هذوكم باش يخليهم معناها باش يخليهم يتكيهم على جنب معناها باش نخلقوا مشاكل اخرى بخلاف المشاكل اللي عندنا؟ باهي زاد نكونوا احنا معقولين شويه. وباهي سي سامي المقدمي، وين وصلت الامور مع البنك المركزي؟ بالنسبه لاخر معلومه توا البارح معناها عرفنا شكون احنا البنك المركزي، الملفات موجوده في الاداره العامه، ان شاء الله من الغدوه نبداو عندنا الخبر اليقين بالنسبه للتراخيص هذه اللي باش نقوموا على اساسها بتحويل المبالغ هذه بالعمله الاجنبيه. باه سي سامي، الملاعبيه اللي خذاهم سي عبد السلام اليونسي اللي خذاهم النادي الافريقي، معناها الجزيريه الكل، بن عياده، نغير، الفرحي، النعيجي، وقتاش باش يبدو كاليفيه مؤهلين ان شاء الله؟ ثم اللي جاوا اون فان كونترا هذوكم باش نطلبوا عليهم اون ديروغاسيون سبيسيال من عند الفيفا. باه وان شاء الله تعطيهم. معناها ترخيص استثنائي. ترخيص استثنائي معناها باش ندخلوهم احنا في منظومه التي ام اس. باهي برشا. في المنظومه الدوليه هذه لتسجيل اللاعبين. ايوه. باهي بالنسبه للاعبين الاخرين عندنا الميركاتو الجاي معناها البريود ريجسترومون الجاي حل نهار 25 جانفي. معناها ما هيش بعيده برشا الاشيونس. احنا باش نحاولوا معناها اليوم فاند كونترا نطلبوا عليهم اون ديروغاسيون سبيسيال باش نربحوهم من قبل بور رونفورسي ليفيكتيف اللي موجود عندنا، وان شاء الله ربي يسهل لنا وذاك هو الامور واضحه. شكرا استاذ سامي المقدمي. يا حسين معناتها اللاعبين اللي جاوا هما معناتها في تنقل حر، وقتاش نجموا نشوفوهم؟ وقتاش سامي الملاعبين اللي جايين في انتقال حر هذوما وقتاش يكونوا كاليفيين؟ حسين يحب النادي الافريقي. لازم يترفع المنع باش نجموا احنا نسجلوهم، نطلبوا على اساس هذاك نطلبوا احنا ديروغاسيون سبيسيال. معناتها نجموا يكونوا قبل 25 جانفي؟ ينجموا يكونوا قبل 25 جانفي اذا منحتنا الفيفا الامكانيه هذيك. اكل سيدي حسن فرحت. صارت راي قبل وثم معناها سوابق في العمليه هذيك. شكرا للاستاذ سامي المقدمي الكاتب العام للنادي الفريق. هو شكرا بقى.